ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أكدت مصادر محلية قريبة من مجريات التحقيق أن الطريقة التي تم بها ارتكاب الجريمة وتقطيع جثة الطفل المسكين لا يمكن أن تكون من تنفيذ بشر سليم نفسيا. وأضافت ذات المصادر أن بعضا ممن شاهدوا أطراف الجثة صدموا من هول ما رأوه، حيث وجدوه ممزقا بشكل وحشي يدل على أن الفاعل كان يحمل في قلبه غلا كبيرا جدا للضحية. هذه المعطيات تنضاف إلى الفيديو الذي ظهر فيه الأب يتحدث بدم بارد عن اختفاء ابنه ومحاولته الحثيثة للعثور عليه، رغم أنه كان قد أقدم لتوه على تمزيق جثته ووضعها في الثلاجة رفقة زوجته التي شاركته في كل شيء. السبت والحد فهمتي ومشينا قال لك عطيناهم إسم بيانات ديال الوليد صافي قال لك نهار اثنين اجي للدائرة الأولى ديكلاري وديكلاري. اثنين مشيت للدائرة الأولى عطيتهم كل شيء، حالة مدنية وتصاور ديالي وديالو وكل شيء، عملنا ديكلاراسيون هذه صافي. باقي دابا كنتسناو شي خبر ان شاء الله تعالى يكون على الخير، اخبار بخير ان شاء الله. لان الوليد في الحقيقه ماشي اللي عادي اللي يعيد ليه شي واحد شبرو يديه شي واحد خويف شويه، راك عارف ملي كيدير ماشي معرف الله المعرف. شي واحد كيعرفو ولا الله المعرف. انا باقي دابا ما عرفت حاجه والله. ايوا عند الله، الله يفك هاد الساعه هادي ويكون على الخير ان شاء الله. ان شاء الله. اذا الاخوات ديالنا الله يرضى عليكم، هذا الاب ديال محمد علي والاخوان في العالم كامل، ماشي غير غنقولوا العريش، غنقولوا العريش المغرب برا المغرب، يتعاملوا مع هذه القضيه هذه، يحاولوا ينشروا على اكبر عدد ممكن من الجهات، حيت الوليد ما كنظنش هذا الوليد اللي ما كي اللي عايشي شي واحد ويهزو بسهوله، لانه هو كيعاون الجد ديالو كيعاون. نشكركم على حسن المتابعه، قناه ماروك اخبار يومي. يعني كيدي لهم الخبيزه، يعني ماشي